وقد وقع هذا للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه حينما جاء إلى زيارة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه. قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت المكارم لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. وبات عنده، فلما كان في الصباح قالت له ابنته، ابنة الإمام أحمد رضي الله عنه: يا أبتي، إني رأيت في شيخك ثلاثة أمور ما فهمتها. قال لها: وما ذاك؟ قالت له: إنه لما نام ما تهجد، ما تهجد، وقبل ذلك أكل كثيرا من الطعام الذي قدمناه، وبعد ذلك قام لصلاة الصبح وما توضأ، كان المفروض أن يتوضأ. فلما سألته هذا الكلام نقله إلى الإمام الشافعي، فلما نقله إليه قال له: يا هذا، أخبر ابنتك الصالحة أنني أكلت كثيرا مستشفيا من طعامك. وقد ورد في الأثر، وإن لم يصح حديثا، طعام المحبين شفاء، فأنا أكله استشفاء ولا أكله نهما، ولا أكله كما قال العربي: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، إذ أجشع القوم أعجلوا. فيقال: فلان أكل جشعا، هذا في لامية العرب: أقيموا بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لأميل، فقد حمت الحاجات والليل مقمر، وشدت لطيات مطايا وأرحل، وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متعزل، ولي دونكم أهلون صيد عملس، وأرقط زهلول وعرفاء جيئل، وأستف ترب الأرض كي لا يرى له علي من الطول امرؤ متطاول، وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، إذ أجشع القوم أعجل، الذي يتعجل إلى الطعام ويكثر منه هذا تعتبر منقصة ومسبة في حق الإنسان. فقال له: أنا ما أكلت جشعا ولكنني أكلت استشفاء. وأما قولها إنني لم أقوم الليلة، فقد بت ليلتي أصحح 72 مسألة أصولية فقهية، فاحتجت إلى أن أمارس العلم، والعالم الواحد أحب إلى الله تعالى من 1000 عابد، لأنه إن عالما يقول أحدهم من الفقهاء يقول: وإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من 1000 عابد، وإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من 1000 عابد. فقال له: أنا بت في ليلتي هاتي أصحح 72 مسألة. قال: فاستغرقت لي الليل كله، فلما آفقت في الصباح مع الفجر حينما أذن للفجر ما احتجت إلى أن أعيد الوضوء، لأنه ما زال وضوء العشاء، ما زال وضوءه للعشاء ما زال موجودا، فهو لا يحتاج إلى وضوء جديد. ولهذا قال له سيدنا أحمد بن حنبل، قال له: تحب الصالحين وأنت منهم؟ قال: أحب الصالحين، سيدنا الشافعي يقول: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، وإن كنا سويا في البضاعة. وفي رواية: وإن كنا سواء في البضاعة. فرد له الإمام أحمد، قال له: تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم سوف يلقون الشفاعة، وتكره من تجارته المعاصي، وقاك الله من شر البضاعة.